عبد الإله قحافة، مشجع عسكري وعضو جمعية الزعيم. فيما يخص القرار المنع اللي توصلنا به، منع تنقل الجمهور العسكري، شنقول لكم؟ بالنسبه لي قرار ارتجالي، لان كنا في واحد الوقت تنستعدوا وخرجت لنا فريق الرجاء البيضاوي بان راه كاينه 700 ورقه ديال الجماهير العسكريه، وجماهير بدات تتوجد بان باش تطلع تشجع الفريق ديالها. في اخر لحظه تيتقال بان راه كاين المنع ديال السلطات. احنا ماشي ضد السلطات بيان سور، احنا مع السلطات في الامور ديالها. هو هذا المنع هذا اللي دار راه الا كان هيكون خصو يكون على الفرق بجوج، ما يكونش على فريق الجيش الملكي بوحدو وعلى جمهور فريق الجيش الملكي. نهار نستقبلوا حتى حنايا فريق الرجاء البيضاوي راه يكون نفس الشيء، نوضعوا لهم حتى حنا التذاكر، ومن بعد نقولوا لهم لا راه كاين المنع ديال السلطات وراه نخليو لكم المكان ديالكم فريق في وسط الملعب. وهذه راه مباراه اللي غادي نشرفوا بها البلاد ديالنا، راه جوج فرق اللي هما كبار في البلاد هادي يلعبوا على انهم باش يدوزوا الدور الموالي بجوجهم. ما نكرهوش حنا بجوجهم يدوزوا بيان سور، مي طبعا غنشوفوا المصالح ديالنا ديال الفريق ديالنا هي الاولى قبل كل شيء. ما يمكنش انك تجيب الفرقه حتى اخر لحظه وتقول لها لا راه كاين المنع، الجمهور راه ما كاينش. تنطالبوا من الاداره انها تهضر على هذه الامور، تشوف الجمهور ديالها، تشوف المطالب وتشوف النبض ديال الجمهور ديالها، راه هو كل شيء. الا ما كانتش الاداره مع الجمهور راه ما كاين حتى شي حاجه.